استاذ دكتور سليمان محمد ما اعرفش ابدا منين في السي في بتاعته، ذاخره عامره. لكن اللي انا احب اقوله الحقيقه قبل ما اخش في السي في، اقسم بالله وهذه شهاده لله وشهاده للتاريخ، ان اساتذتنا في الطب في مصر يعني لا يضارعهم اساتذه موجودين في الخارج. لان انا بعد سنه من عمل العمليه سافرت باريس والعمليه للدكتور سليمان، وفي الامريكان هوسبيتال قالوا لي والله ما كان حد يقدر يعمل لك اعظم من اللي احنا شايفينه واللي اتعمل لك في مصر. وهذا برضو يجعلني اعود مره اخرى الى شخصيه الدكتور سليمان. شخصيه الدكتور سليمان اول ما تلتقي بيه اولا تشعر ان اسم الله الشافي قد منحه لبعض من عبادي، فهو ربنا جعل في انامله الطيبه اسمه الشافي. ادي اول حاجه اول ما تقابل الدكتور سليمان. فاول ما التقيت بيه فقال انا عرفت طبعا ان حد مهم كلمه، قال له هتقابل فلان وهو رايح المطار بس شوف حالته واعمله تقريره بتاع. فكان الموضوع بالنسبه له موضوع مهم جدا وبيستقبلني استقبال، لكن فوجئت انه قال لي يا دكتور انا مش هقدر اكذب عليك، انت لو سافرت باريس مش هتلحق توصل باريس، حاله التسمم الموجوده في جسمك حاله يعني تمكنت واصبحت دلوقتي يعني احتمالات النجاه ضعيفه جدا الا انك تخش العمليات دلوقتي حالا، واي دقيقه بتضيعها هي بتضيع من عمرك. واذا كنت عايز النصيحه بتاعتي، ولو ان دي مسؤوليه عليا لان انا اللي اخش واعمل عمليه، فانا النصيحه انك تخش العمليات دلوقتي حالا. كان معايا اتنين من اصدقائي، دكتور ابراهيم كامل وصديق اخر برضو كان محافظ شمال سيناء قبل كده وكان صديق عزيز اللي هو مراد موافي، والاتنين كانوا معايا فنصحوني بان احنا نمتثل لراي الدكتور سليمان محمد ونعمل العمليه. انا ما كنتش اعرف مين الدكتور سليمان محمد، كل ملامحه تقول اللهم لك الف حمد وشكر انك حينما تقدر تلطف في اقدارك بايجاد شخصيه انسانيه مثل هذه الشخصيه حتى يلطف القدر. كان دائما مولانا الشيخ شعراوي يقول لي في طيات المحن تكون المنح. احيانا كنت اقف قدام المعاني دي ومساحات المعاني دي، يعني ايه بعد المحنه تبقى منحه؟ ادركت كل المعاني دي في الحاله الاولى للمستشفى. ولكن القيمه في بالذات في مهنه الطب انها مهنه رساله قبل ما تكون مهنه علم. شعرت انا بكل المعاني دي وانا في المستشفى الجوي، شعرت قد ايه الناس هناك على مستوى راقي من التعامل. ولذلك انا بعتقد ان هذه الحلقه ليست فقط هي نوع من الدردشه او تسجيل لحاله خطيره في مرحله الانسان ربنا سبحانه وتعالى انقذه منها وجعل في هذه المحنه منح كثيره، ومن اكثر هذه المنح انك تتعرف وتتقرب وتصادق وترافق استاذنا الدكتور سليمان محمد اللي عاش معاك ردحا من الزمان في فتره مرضك، ثم رعايته بعد العمليه، ثم ارتبطت العلاقه وظلت الى ان عدنا مره اخرى الى 2020 لنعيش نفس الحدث وبنفس الطريقه. دكتور سليمان اهلا بيك في شخصيات انقذت حياتي مش شخصيات في حياتي المره دي. دكتور سليمان انا مهما اوتيت من جوامع الكلم ومهما اوتيت من مفردات اللغه، والله العظيم ما هقدر اعبر لك عن مشاعري واحاسيسي اولا تجاهك كعالم وطبيب، تجاهك وانا كنت بنظر في عيونك وانت بتشعر بحاله الاشفاق على الانسان وبتتعامل مع حاله بالشكل الانساني وبالشكل الطبي، وبعدين بقى المهارات المتعدده التي خرجت الانسان من ازمه خطيره جدا كادت ان تؤدي به الى الوفاه، الى الحمد لله استرداد صحته، ثم بعد ذلك
الحمد لله تتابع معاه لحد مش بس ما يحصل ريكفرنج كامل، لا لعودة إلى ما هو أفضل مما سبق.